ملعب الفريق الياباني ضغطنا ضغط عالي، قدرنا نلعب باكثر من مهاجم والحمد لله سجلنا 3 اهداف، وكانت مباراة كبيرة الشوط الثاني، والفريق العراقي بقى يلعب بالاسلوب اللي بدينا به البطولة، الاسلوب الضاغط والهجوم بملعب الخصم، والحمد لله اليوم الفوز هذا خلى الفريق العراقي بالمباراة النهائية. الشوط الاول كنا متاخرين بهدفين وهدف 2-1، نوع عوضنا المباراة، وكابتن قحطان طانا وضع النقاط على الحروف وركز على النقاط الضعف مالتهم، ونزلنا الشوط الثاني وعازمين على الفوز الحمد لله وشكر الله وفقنا وفزنا الحمد لله وشكر. كانت مباراة صعبة امام المنتخب الياباني وتاخرنا بهدف، بس الحمد لله وشكر رجعنا وبقوا بالشوط الثاني، واحنا نهني الشعب العراقي بهذا الفوز والكادر التدريبي وكل المعنيين. اشكر زملاء اللاعبين على هذا المستوى اللي قدموه، ان شاء الله نقدر نفرحهم بعد المباراه النهائيه، والحمد لله وشكر قدرنا نطبق اللي يريدنا من عندنا الكادر التدريبي وطبقناه داخل الملعب. كنا متاخرين بهدفين لكن الحمد لله قدرنا نفوز على الفريق الياباني، وطبعا رغم الظروف اللي مرينا بها احنا والظروف اللي مر بها بلدي، وقدرنا نفرحهم، هذا ابسط شيء نقدر نقدمه لهم، وان شاء الله ان شاء الله بالمباراه النهائيه تكمل الفرح. المنتخب العراقي سيواجه في النهائي نظيره الايراني الفائز على كوريا الشماليه بركلات الترجيح ب6-50 بعد نهايه الوقت الاصلي بهدف لمثله. محمد شريفي افتتح التسجيل للمنتخب الايراني عند الدقيقه 19. قبل ان يعدل كايتام نتيجه من ركله الجزائر في الدقيقه 80، يلجا المنتخب لركله الترجيح التي ابتسمت في نهايه لايران ب6-5 لتضمن مقعدها في المشهد الختامي للبطوله.